على كل، للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من عمان أحمد عزام، المحلل المالي الأول في مجموعة أكويتي. أحمد صباح الخير، أهلا بك معنا. لا شك أن العنوان الرئيسي صباح اليوم هو تخلي بنك اليابان عن أسعار الفائدة السالبة ورفع الفائدة لأول مرة منذ عام 2007. أيضا تخلى البنك عن سياسته بالتحكم بمنحنى العائد. أكيد كيف ستنعكس هذه القرارات على سعر الين وعلى أسواق الأسهم اليابانية؟ ولكن يعني يجب أن نقف ونشير إلى أنه أكيد الأسواق، أو كنا نتوقع أن نشهد رالي على الين، ولكن على العكس تماما رأينا تراجع قوي صباح اليوم، كذلك مكاسب قوية على المؤشرات اليابانية. كيف تفسر هذا المسار؟ صباح الخير نوف، شكرا للاستضافة. نعم، عندما ننظر إلى قرار بنك اليابان هو متوقع، لكن ما جعل الأسواق تتجه بطريقة مخالفة مما كان متوقع هو النبرة الحمائمية أو الدوفيش تون بالنسبة لبنك اليابان. لا إشارات لإمكانيات رفع أسعار الفائدة، أو لا يوجد خطة واضحة كما اعتدنا من بنك اليابان من ناحية. من ناحية أخرى التيسير الكمي، شراء السندات، نعم قد أشاروا إلى إمكانية تقليصه في الفترة القادمة بشكل متباطئ حتى العام القادم، لكن الإشارات بأن هناك تجديد سياسة نقدية مقابل تيسير من ناحية أسواق السندات. نعم التخلي عن منحنى عوائد السندات مهم جدا، لكن من إشارة أخرى تبني التيسير الكمي أو إمكانية شراء السندات في الفترة القادمة يطفو على الأسواق. النبرة الحمائمية، التوقعات حتى لأرقام التضخم قد تعطي بعض الإشارات بأن بنك اليابان يستهدف بقاء التضخم أعلى من 2%، والمخاوف أن لا نصل إلى مرحلة الانكماش. نعم أرقام الأجور كما أشرت لينوف هي أرقام مرتفعة جدا، تعطي إشارات بأن إمكانية التضخم قد يكون مستدام في الفترة القادمة. هو ما يجعل بنك اليابان في الفترة القادمة بأن التضخم محلي، لكن ما جعل الأسواق تعتقد بأن إمكانية أو دفع الين الياباني لمزيد من الانخفاضات وارتفاعات أسواق الأسهم هي النبرة الحمائمية من ناحية تصويت أعضاء بنك اليابان. 7 أعضاء صوتوا لإمكانية رفع أسعار الفائدة، 2 فقط لتثبيت أسعار الفائدة، بمعنى أن لا يزال هناك انقسام في مجلس بنك اليابان من ناحية أخرى. لذلك عدم اليقين، الضبابية في التحركات القادمة، عدم الإشارة من بنك اليابان هي ما جعلت الين الياباني يخسر اليوم في جلسة اليوم الصباحية. يعني هل برأيك أحمد رح نشهد استمرار لهذه يعني التراجعات على الين؟ نعم، كنت أود أن أذكر الآن أنه على ما أعتقد بأن الانخفاضات هي انخفاضات غير مستدامة. ما يتوقع الأسواق أو ما شاهدناه في الفترات الماضية تاريخيا، عندما يتجه بنك اليابان لتغيير سياساته النقدية نجد أن الين الياباني يسجل انخفاضات، لكن انخفاضات لا تكون مستدامة. لذلك أعتقد بأن إمكانية الارتدادات بالنسبة للين الياباني قد تكون واردة في الفترة القادمة. مستويات 152 مستويات مهمة جدا، على ما أعتقد التصحيح لأسواق الأسهم اليابانية قد يكون وارد في الفترة القادمة. تقبل تجرع على القرار بنك اليابان أو قرار بنك اليابان في الفترة في اليوم هو مهم جدا للأسواق. لذلك على ما أعتقد أن إمكانية الارتدادات قد تكون واردة في جلسة الغد أو حتى في جلسة الأمريكية اليوم. طيب اليوم كمان يعني ترقبنا اجتماع البنك المركزي الأسترالي، ثبت أسعار الفائدة للاجتماع الثالث على التوالي عند المستويات الحالية واللي هي 4.35%. أيضا هناك تراجعات للدولار الأسترالي أمام الدولار الأمريكي، لماذا؟ لا إشارات واضحة أيضا من بنك أستراليا بالنسبة للتحركات القادمة. ما كانت تريده الأسواق معرفة متى قد يتجه بنك أستراليا لتخفيض أسعار الفائدة. ما شاهدناه في آخر اجتماعات بالنسبة لبنك أستراليا أن لا يوجد إشارات، وبالعكس حتى يوجد إشارات بأن إمكانية تجديد أسعار الفائدة قد يكون وارد. بنكين حتى الآن ما لاحظته في الفترة الماضية يتجهين لتجديد السياسة النقدية بشكل أكبر، بنك أستراليا وبنك نيوزيلندا. إشارات لحتى الآن متضاربة بالنسبة أو ما يقارب الاقتصادات الأخرى عندما ننظر لها. فلذلك الإشارات قد تكون واردة جدا في الفترة القادمة، أو ما يريد الأسواق أن يسمع في الفترة القادمة حول إمكانية تخفيض أسعار الفائدة من بنك أستراليا لم يتم سماعه في جلسة اليوم. حتى أن التوقعات بالنسبة للفترة القادمة بالنسبة للاقتصاد الأسترالي التوقعات غير جيدة بالنسبة لبنك أستراليا. لذلك ما دفع الدولار الأسترالي لتسجيل بعض الانخفاضات، هي انخفاضات ليست كبيرة، لكن بعض الانخفاضات بالنسبة للدولار الأسترالي
قد تكون أيضا غير مستدامة، خاصة مع ترقبنا للاجتماع الفيدرالي الأمريكي. أحمد، يوم أمس رأينا ارتداد على أسهم قطاع التكنولوجيا، مكاسب قوية، طالت سهم أبل، ميتا، إنفيديا حتى، هل نتوقع أن تستمر هذه المكاسب؟ لا أعتقد أن المكاسب قد تكون طويلة في الفترة القادمة. يمكن ما يتم حتى الآن أو هوس التكنولوجيا في الفترة الماضية، هوس الـ AI، هوس الذكاء الاصطناعي في الفترة الماضية، قد يكون، لا أستطيع أن أقول قد شارف للنهاية، لكن قد يكون خفت الموجة بالنسبة للأسهم التكنولوجيا. المنظر حتى بالنسبة للأخبار التي جاءت من آبل في جلسة الأمس، لم يكن تأثيرها بشكل كبير جدا على الأسواق. قد نرى في الفترة القادمة إمكانية تسجيل بعض التصحيح، فيما لو رأينا إشارتين بالنسبة للاقتصاد. الإشارة الأولى هي إشارات تراجعات للنمو الاقتصادي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وعلى ما أعتقد قد يكون هناك بعض الإشارات بأن النمو الاقتصادي قد يسجل بعض التباطؤ في الفترة القادمة. الإشارة الأخرى هي أسواق العمل. أسواق العمل قد سجلت بعض التراجعات، ليست تراجعات كبيرة، لكن هناك بعض الإشارات بأنه يوجد أرقام سلبية في الفترة القادمة بالنسبة للاقتصاد الأمريكي. لذلك إمكانية التصحيح قد تكون واردة جدا، ليس كراش، لكن التصحيح على ما أعتقد قد يكون وارد جدا في الفترة القادمة. ما يخيفني هنا نوف بالنسبة لأسواق الأسهم هو عدم اليقين من تحركات الفيدرالي الأمريكي في الفترة القادمة، وهو ما يذكرنا في السبعينيات والثمانينيات عندما اتجه الفيدرالي الأمريكي إلى تغيير السياسة النقدية بشكل أسرع، هو ما كانت تعتقده الأسواق، ما يشير الفيدرالي الأمريكي، لكن عدم اليقين، عدم المصداقية بالنسبة للفيدرالي الأمريكي بالنسبة للقرارات الأخيرة، بالنسبة لتوقعاته لأرقام التضخم، بالنسبة لتوقعاته للركود، لتوقعات التحركات الفائدة، جميعها قد أخفق فيها في الموجة الأخيرة، وحتى منذ تولي جيروم باول في جيروم باول لرئاسة الفيدرالي الأمريكي، ما يجعلني أخاف في الفترة القادمة بأن إمكانية وجود تصحيح قوي بالنسبة للأسهم الأمريكية هو عدم مصداقية في الفيدرالي الأمريكي. قد تتجه الأسواق لتسعير في الفترة القادمة تخفيضات أسعار فائدة أقل، ما قد يدفع الأسواق لتسجيل بعض التصحيح القوي بالنسبة لأسواق الأسهم. طيب أحمد، دعنا نقف قليلا عند سهم إنفيديا. يعني يوم أمس الشركة كانت قد أعلنت عن بروسيسور أو معالج جديد سيحافظ على هيمنة إنفيديا على الذكاء الاصطناعي، هل نستطيع أن نقول أن ذلك سيترجم إلى يعني مزيد من المكاسب أو الارتفاعات على أسهم إنفيديا؟ يمكن بكل بساطة نوف، إنفيديا في كفة وأسواق الأسهم في كفة أخرى في الفترة الأخيرة. تحركات إنفيديا طاغية بالنسبة للأسواق، حتى هي تحركاتها هي ما تسحب أو ما تدفع أسواق الأسهم للتحركات في الفترة الماضية. نعم، الأخبار الإيجابية حتى عندما ننظر إلى الفورورد جايدنس في الفترة الماضية هو يعتبر جيد قياسا بتوقعات أسواق الأسهم أو الأسهم الأخرى. لذلك الأخبار الإيجابية قد نعم تعطي دافع بالنسبة لإنفيديا، دافع إيجابي. هو ما يقلقني صراحة نوف هو إنفيديا في الفترة الماضية، تداولات إيجابية، تداولات قوية جدا. عندما ننظر إلى السلوك السعري لأسواق الأسهم، للأسهم فرادة حتى، عندما ننظر إلى ارتفاعات قوية جدا، قد يكون هناك بعض التداولات العرضية ثم بعض التصحيح. إنفيديا لحتى الآن لم نشهد التصحيح، لذلك السلوك السعري المنتظر في الفترة القادمة هو بعض التصحيح لبناء إمكانية حتى شراءات أخرى. لكن الموجة بشكل عام لإنفيديا نعم موجة إيجابية، والتوقعات أن تكون إيجابية بشكل أكبر. كما ذكرت الفورورد جايدنس إيجابي بالنسبة لأسواق إنفيديا في الفترة القادمة، لذلك التوقعات لا تزال إيجابية بالنسبة لإنفيديا. نعم. طيب دعنا نتحول إلى سوق المعادن. يعني الذهب منذ مطلع هذا العام مرتفع بحوالي 4%. من ناحية أخرى الفضة تسجل مكاسب منذ مطلع العام تقارب 5%. هل ممكن أن يكون هذا العام عام الفضة على الرغم يعني من تسجيل الذهب مستويات قياسية؟ أتفق تماما أنه يمكن قياسا أسعار الذهب بأسعار الفضة، تعتبر الفضة undervalued في الفترة الماضية، لذلك إمكانية تسجيل ارتفاعات في الفترة القادمة، أعتقد أن الفضة قد تتسارع ارتفاعاتها بشكل أكبر من أسعار الذهب في الفترة القادمة. التوقعات الاقتصادية، توجهات الأسعار أو توجهات الاقتصادات، أعتقد جميعها قد تكون داعم لأسعار المعدن، سواء لو أخذنا السيناريو السيء بالنسبة للاقتصادات هي إمكانية ارتفاعات التضخم، فالذهب والفضة هو غطاء بالنسبة للتضخم،
وهو ما أميل له أن نعود إلى ارتفاعات أرقام التضخم وأن يكون هناك موجة جديدة. لو أخذنا السيناريو المتفائل هو ما تتفائل فيه الأسواق إمكانية تخفيض أسعار الفائدة بشكل كبير، نعم فإن خروج الأموال من أسواق الدخل الثابت إلى أسواق المعادن حتى أسواق المخاطرة بشكل آخر قد تكون توجهات إيجابية بالنسبة للذهب. لذلك ارتفاعات الذهب أعتقد قد تكون واردة في الفترة القادمة، وقد يكون هناك تسارع أكثر لارتفاعات الفضة بناء على المعطيات الاقتصادية. أحمد عزام المحلل المالي الأول في مجموعة أكويتي كنت معنا من عمان، شكرا جزيلا لك.